بنرحب بعودتنا وعودة حضراتكم معانا مرة تانية، وخلينا ننتقل لدلوقتي أخبار النادي الأهلي. هنروح لهنا أبو القاسم، هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الهنا عليكي وبونجور ومبروك علينا طبعا، يعني كلنا سعداء بعودة الدوري مرة تانية ودرع الدوري مرة تانية لمكانه الطبيعي. خلينا نسمع منك آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي والفرق المختلفة، تفضلي. يا صباح الخير عليكم. يعني طبعا في البداية ببارك لكم يعني واندو يا كريم ولكل مشاهدي النادي الأهلي في كل مكان. يعني النادي الأهلي بطل الدوري المصري المرة 43 في تاريخه. النادي الأهلي حقيقة بيعمل موسم مميز جدا، موسم يعني حقق كل البطولات اللي دخلنا فيها قدرنا نفوز بها، سواء مرتين طبعا السوبر المصري، بطولة كاس مصر، بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا. يعني موسم مميز جدا، وخليني كمان أقول لكم إن احنا محققين أرقام مميزة جدا في بطولة الدوري. يعني أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع، وكمان الفريق الوحيد اللي ما خسرش ولا مباراة. يعني طبعا الحقيقة الواحد فخور إن هو أكيد بينتمي لكيان عظيم زي النادي الأهلي، فطبعا ببارك لكم. كمان الحقيقة إن أنا عايزة أقول لكم، كنت بتكلم مع أحد الأعضاء قبل اللايف وقال لي إحنا خلاص كده بقى هنبدأ نطالب اللعيبة إن هم يحققوا كأس العالم للأندية، لأن طبعا أنتوا عارفين إن جماهير النادي الأهلي يعني طموحهم لأبعد حدود، دايما بيطلبوا الحقيقة أصعب حاجات، وخلاص بقى احنا نبدا فعلا نطالب اللاعبين ان هم يحققوا كاس العالم للانديه. الحقيقه ان الموسم السنه دي استثنائي مش بس لكره القدم، لا كمان على صعيد الالعاب الاخرى. يعني الحقيقه ان معظم الفرق الرياضيه الحقيقه حققت معظم البطولات، يمكن كمان اكتر من فريق حقق العلامه الكامله في جميع البطولات. وكمان بقى الحقيقه على صعيد الانشاءات، يعني شايفين تطور كبير جدا في الانشاءات داخل النادي الاهلي، واخرهم طبعا افتتاح فرع النادي الاهلي الجديد، فرع القاهره جديدة أو التجمع الخامس. يعني الحقيقة كيان عظيم، كيان النادي الأهلي، وكل الإنجازات دي أكيد بتليق بالنادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريبات وبعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر. النهاردة بقى تجمع الفريق هيكون الساعة 5 والمران هيبدأ الساعة 6 عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة واللي هتكون أمام الزمالك يوم الخميس القادم الساعة 8:30 مساء. طبعا زي ما احنا عارفين انه لسه متبقي 5 مباريات للنادي الأهلي، لكن في الآخر خلاص احنا أكيد حسمنا بطولة الدوري. كمان بقى خليني أقول لكم انه غدا هيكون أيضا في مران، هيكون الساعة 6 مساء وهيكون آخر مران قبل مباراة الزمالك، وبعد كده الفريق بقى إن شاء الله هيدخل في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة عشان بقى طبعا يدخلوا في أجواء المباراة. يعني كل التوفيق لرجال كرة القدم، إن شاء الله يقدروا يفوزوا يوم الخميس، لأن طبعا زي ما احنا عارفين أكيد مباريات الزمالك بيكون ليها طابع خاص، والفوز فيها بيكون أكيد محبب وليه طعم خاص عند جميع الأهلاوية. يعني ده أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والخبر الأول متعلق بمنتخب سيدات كرة السلة واللي بيتوج بالبطولة العربية. يعني طبعا بنبارك لهم وبنبارك أكيد لكل المصريين، ده طبعا بعد فوزهم أمس على فريق المغرب بنتيجة 96-75. حقيقة ان هم قدروا يفوزوا بالبطولة بمنتهى السهولة، اكيد ده بيبين مستواهم، يعني سواء في الفاينل او في السيمي فاينل قدروا يفوزوا بفرق كبير. زي ما قلت امبارح فازوا بنتيجة 96-75، وفي السيمي فاينل كانوا بيواجهوا الكويت وقدروا يفوزوا بنتيجة 99-32. طبعا اكيد كان بيضم قائمة منتخب مصر سداسي النادي الاهلي اللاعبة سوريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، ميرال اشرف، حبيبة محمد، ويارا اسامه، واكيد طبعا ساعدوا المنتخب في الفوز. اكيد بنبارك لهم وبنبارك لمنتخب سيدات كره السله. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة وشباب كرة الطايرة منتخب مصر لكرة الطايرة تحت 21 عام، واللي قدروا يفوزوا يحققوا أول انتصاراتهم في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم على المكسيك بنتيجة 3-1. وأيضا الحقيقة ساعد أكيد الفوز في المباراة ثنائي النادي الأهلي اللاعب زياد أسامة واللاعب حمزة الصافي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة.
خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد ورجال كرة اليد. هيبدأوا بقى الاستعدادات لبطولة الأبطال الدولية، هيدخلوا إن شاء الله في معسكر مغلق في أول شهر أغسطس، هيكون في سلوفينيا وهيكون معسكر مغلق 10 أيام، بعد كده بقى هيتجهوا للبوسنة طبعا استعدادا للبطولة واللي هتكون منافساتها من يوم 14 حتى 18 أغسطس. يعني طبعا كل التوفيق لرجال كرة اليد، إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة بتليق باسم النادي الأهلي. دي أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خليني أقول لحضراتكم إن النهاردة هيكون في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي هنا طبعا بمقر النادي بالجزيرة، وهيناقشوا أكيد أمور متعلقة بكل القطاعات داخل النادي. أكيد طبعا هيكون في قرارات جديدة بيتم طبعا الإعلان عنها على صفحة النادي الأهلي الرسمية، وأكيد كمان هنكون بنناقشها مع حضراتكم غدا في 10 الصبح في الأهلي. كمان بقى خليني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 28، الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي، وطبعا بقى في حالة من الطاقة الإيجابية والسعادة لجميع الأعضاء بعد طبعا تتويجنا ببطولة الدوري. تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني أنا هوندو يا كريم، دي أبرز أخبارنا النهاردة، ببارك لكم طبعا أكيد مرة تانية، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. يعني تغطية أكثر من رائعة كالعادة منك يا هنا، بنشكرك جدا ومبروك علينا مرة تانية. شكرا ليكي.